أهلا بكم. تتواصل المعارك العنيفة بمديرية نهم في ظل تقدم قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربي، ويرى مراقبون عسكريون أن قوات الشرعية باتت أقرب من ذي قبل لدخول صنعاء بعد إحرازها تقدما كبيرا. ويساند طيران التحالف العربي قوات الشرعية حيث يستهدف تحصينات الحوثيين ومواقعهم ويدمر تعزيزاتهم في المنطقة ويمهد الطريق أمام زحف قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، حيث استهدف عصر الأربعاء تحصينات الميليشيا في جبال يام بثلاث غارات جوية، وامتدت الضربات إلى المناطق المحيطة بمديرية نهم، إذ شنت قوات التحالف عشرات الضربات ضد معسكرات تابعة لقوات الحرس الجمهوري الموالية لصالح في مديرية أرحب شمالية العاصمة، وهي المديرية التي تضعها قوات الشرعية هدفا لها بالتقدم من جبهة نهم. وكانت قوات الشرعية تمكنت من السيطرة على عقبة المدفون والجبال المحيطة بها وقرية المدفون، مؤكدا مقتل أكثر من 22 حوثيا وجرح العشرات وإحراق ثلاثة أطقم، بينما استشهد ثلاثة من أفراد الجيش والمقاومة الشعبية وجرح قرابة 8 أفراد أيضا. للإطلاع على التفاصيل أكثر مع الشيخ عبد الله الشندقي الناطق باسم المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء. الشيخ عبد الله أهلا بك. مرحبا أستاذ معزز. نعم شيخ عبد الله، أين وصلنا اليوم وما هي آخر المستجدات؟ طبعا آخر المستجدات ما تم يعني يوم أمس أو ليلة أمس السيطرة على عقبة المدفون والجبال المحيطة بها وقرية المدفون، وتواجد القوات الشرعية الآن يعني على مشارف منطقة محلي. القوات الشرعية يعني تنتظر السيطرة على يعني قرن النهم أو حريم نهم، ثم تتوجه باتجاه الغرب للسيطرة ما تبقى من مديرية نهم. طبعا كان ضحية يعني معركة أمس من الإنقلابيين أكثر من 22 قتيل وعشرات الجرحى، وإحراق ثلاثة أطقم أثناء المعركة وأربعة أطقم تم استهدافها وتدميرها من قبل طيران التحالف في المنطقة التي قبل محلي على مشارف منطقة محلي. نعم. وأيضا تم استهداف تجمع كان للميليشيات في منطقة ضبوعة، كان في هذا التجمع يعني في مؤخرة الميليشيات مجاميع كبيرة من قبل من هذه الميليشيات تم استهدافها من قبل طيران التحالف. نعم. وهناك كتلة لا نستطيع يعني حصرهم في هذا المجال. طيب. هذا ما كان خلال الساعات الأخيرة في من أحداث في جبهة نهم. نعم. شيخ عبد الله، ماذا عن سيطرة المقاومة في جبال يام؟ أين جبال يام من المعركة اليوم؟ طبعا جبال يام هي في ميمنة المعركة في المسار الأيمن، المحور الأيمن من المعركة، في المنطقة يعني تدور فيها معركة، إلا أن المعركة تتركز على منطقة الكلب والميسرة، فإذا ما تم السيطرة على يعني منطقة الكلب والتوجه إلى مسورة ومحلي، إذا تمت السيطرة على هذه الأماكن فستحسم معركة الميمنة وجبل يام، ولا لم تكن هناك حاجة لأن يعني تكون هناك معركة في الميمنة. إذا تم قطع الإمداد ستتحرك القوات المتواجدة في تبت رشح وأيضا في تبت العياني وفي هذا المنطقة الميمنة لاستكمال ما تبقى عند قطع الإمداد من جهة مسورة ومحلي. يتحدث الشيخ عبد الله بعض الناشطين من ابناء هذه المناطق عن جبل المنار او المناره، تبت الاريال، مش عارف يعني يبدو في هناك مناطق مواقع استراتيجيه استطاعت المقاومه تحريرها او الوصول اليها مثل جبل المنار او المناره، هل تحدثنا بتفصيل اكثر عن هذا؟ طبعا جبل المنار تم السيطره عليه خلال يعني قبل ثلاثة ايام، هو جبل استراتيجي هام يطل على مركز مديريه نعم الذي هو قريه المديد ومنطقه المديد، كما يطل ايضا على نقيل بن غيلان وعلى ما تبقى من مناطق داخل مديريه نهم. ايضا تستطيع المدفعيه من يعني جبل المنار استهداف مواقع حساسه داخل مديريه بني حشيش وبن الحارث وايضا ارحب، هو جبل استراتيجي هام يطل على كل هذه المناطق، تمت السيطره عليه وتم شق الخط اليه من قبل يعني الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه، وهو الان تتركز على راس هذا الجبل القوات الشرعيه.
طيب، يعني يتساءل ايضا البعض شيخ عبد الله، ما اذا كنتم استطعتم قطع امدادات الميليشيات عبر الوصول الى ما يعرف بمفرق مفرق ارحب، هل استطعتم قطع الامدادات فعلا؟ طبعا اخي الكريم، بالنسبه لمفرق ارحب يعني هو سياتي ضمن السيطره على منطقه مشوره محلي والمدارج، يعني هو على الطريق الاسفل، فاذا ما تمت السيطره على هذه المناطق فيعتبر قد تمت السيطرة على مفرق أرحب، وهو يعني مكان على الطريق الأسفل فيه، يمكن المقاومة السيطرة عليه خلال هذا الفترة القادمة إن شاء الله. نعم، أيضا هناك تهاوي لمواقع الميليشيات، يرجح بعض المراقبين بأن هناك انضمام لبعض مجاميع مثلا كانت محسوبة على الحوثيين أو على حرس المخلوع وأصبحت في يد المقاومة، هل هناك شيء من هذا القبيل؟ هل هناك عملية استلام وتسليم في بعض المواقع؟ هل هناك انضمامات كما تحدث بعض الأخبار؟ طبعا الانضمامات حسب ما نعرف جاءت من قبل الجوف، في منطقة الجوف تمت انضمامات لدينا إلى هذه اللحظة، الأماكن التي تم السيطرة عليها وأسلحة من الحرس الجمهوري وأيضا افراد ويعني من الميليشيات ومن الحرس الجمهوري ايضا تم يعني اسرهم، كل هذا بالقوه وليس لهم اي خيار في ذلك عندنا في مديريتنا، لكننا من خلال بعض الاتصالات تاتي لبعض القيادات الميدانيه من تهاوي يعني منظومه الحرس الجمهوري ويعني الذعر، وايضا معرفتهم بأن كثير من قياداتهم قد فرت وسافرت إما عبر مطار صنعاء سابقا أو تتأهب للسفر عبر البحر من جهة الحديدة. نعم. هذا أوجد في نفسياتهم الخواء ويعني أو جعلهم على استعداد تام في كثير من الأحيان لأن يسلموا أنفسهم. هناك بعض الاتصالات، أما المواقع التي تم السيطرة عليها داخل مديرية 2 فقد تم السيطرة عليها بقوة السلاح لتسليم هؤلاء. طيب شيخ عبد الله، سؤالي الاخير لك عن معنويات افراد الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه اثر هذه التصعيدات الاخيره وتحرير مناطق جديده، كيف تبدو المعنويات اليوم؟ والله يا اخي الكريم، المعنويات اليوم لابطال القوات المسلحه الجيش الوطني والمقاومه الشعبيه يعني معنويات عاليه ومرتفعه بعد السيطره، بات كثير من هؤلاء يعني يشم رائحه صنعاء، كل هؤلاء اخي الكريم او اغلب هؤلاء مساكنهم لا زالت في صنعاء، اما تم دخولها وتثميرها او انها يعني باقيه، فالكثير منهم يعني لديه الشوق الكبير الى ان يصل الى صنعاء في الايام القادمه. كل المعنويات يعني مرتفعه وعاليه، اضافه الى ان القيادات قيادات المقاومه الشعبيه مثل رئيس المجلس الاعلى للمقاومه الشيخ منصور الحنك، وايضا قيادات الجيش الوطني كرئيس هيئه الاركان اللواء محمد المقدشي او قائد المنطقه التابعه اللواء صالح المقدشي او بعض يعني قاده الالويه مثل العديمي وهاشم الاحمر، وكثير من هؤلاء يتواجدون داخل الخطوط الاماميه او كل هؤلاء يتواجدون داخل الخطوط الاماميه، هذا ايضا عزز المعنويات ورفعها لدى الجنود والضباط، فمعنويات الكل مرتفعه وعاليه وادائهم يعني رائع، ترى الميليشيات وهي تهرب هؤلاء الأبطال مما يزيد على رفع المعنويات لدي. نعم، الشيخ عبد الله الشندقي المتحدث باسم المجلس الأعلى لمقاومة صنعاء كنت معنا عبر الهاتف مشكورا، وسنظل بالتأكيد على اطلاع بأي تقدمات ونواكب تقدم الجيش الوطني لتحرير العاصمة صنعاء. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من استوديو المنتصف، نلتقيكم في حلقة جديدة وإلى اللقاء.